يصل الإنسان إلى جمال الروح إذا تعلم أنه ما ينتبه فقط إلى ظواهر الخلق، ويعلم أن دائما في كل شيء سبحان الله حوالينا في الكون أو حتى في البشر يوجد جمال يظهر من تصرفات الناس ومن طباعهم ومن سلوكياتهم ومن أخلاقياتهم. ليس المظهر فقط هو الذي يعني يشدك للشخص. كثير ناس نشوفهم ممكن يكون مظهره جميل، شكله نقدر نقول أليق وستايل ويجذب، لكن سبحان الله سلوكياته، أخلاقياته، كلامه، طريقة تعامله تجعل الإنسان ينفر منه. فأنت ما رح تكون راقي ولا رح تكون جميل إلا إذا كانت سلوكياتك وأخلاقياتك تنطق عنك. يعني سلتيمة معنى ذلك أن جمال الروح سوف يترك أثرا على شخصية الإنسان وعلى من حوله. لا شك لا شك أكيد، كل ما كان الإنسان مبدع في إظهار أخلاقه ليس تصنعها، لكن كل ما كان الإنسان خلوق سبحان الله ويتعامل مع الناس برفق، يعني يتلمس حاجاتهم يقضيها، أحب الناس إلى الله، أنفعهم الناس، خدوم، يعني يخدم من حوله ويريهم جميل أخلاقه، لا شك أن هذا يترك انطباع في نفوسهم ويجذبهم لها أكثر من أنه يكون إنسان بس مهتم بالأشياء السطحية أو بالأشياء أو بالمظاهر أو بالأشياء العامة اللي سريعا ما تزول. يعني أستاذة تيمة، لديك كلمة تختمين بها؟ أختم بأن سبحان الله نقول دائما أنك مهما سعيت في هذه الدنيا لتجعل الناس أو تقنع الناس بأنك جميل فقط من مظهرك وتألقك ويعني مبالغتك في شكلك الظاهري، لن تصل إلى ذلك ولن يراك الناس إلا بجمال جوهرك ومعدنك وجمال روحك، هي التي لا تفنى ولا تموت.